وورق ريحان مقلي. احنا بقى في كيرلا بنحب ناكل على الطريقة التقليدية، فانا جبت لكم مخصوص طبق أبام الفخار وهوريكم ازاي نقدم فيه. بصوا بقى الطبق لونه ذهبي وجميل ازاي. دلوقتي احنا هنحط الشوربة في وسط الأبام عشان الحواف تفضل مقرمشة وجوه الأبام يكون طري، عشان بعد كده تاكلوها وانتوا سعداء. شوية عيش الغراب طبعا مش هيضر، انا تعبت فيها برضو. ورق ريحان مقلي، فلفل، انا هشيل الباقي عشان عيلتي. ودلوقتي يلا بينا بقى نراجع المقادير بتاعتنا.